نظم عدد من نساء نينوى معرضا تشكيليا في قاعة شباب ورياضة نينوى، هو الأول من نوعه كونه يمثل نسيج من أنوان الطيف العراقي دعما للسلم المجتمعي. كانت مشاركتي اليوم على مع مديرية شباب ورياضة نينوى، كان عندي لوحات هي شغلي على الجلد واللي تمثل النسيج المجتمعي بالموصل والعراق وتمثل الأديان وتشمل التسامح بين الأديان. ومن ضمن الأعمال اللي اشتغلتها معبد لالش للديانة الإزيدية. بالنسبة لي يعني أفضل أنه أشارك أكثر من معرض، لأن من خلال هذا المعرض أنا أحس أنه انطلاق رح يصير من هون، يعني من هاي اللحظة رح يصير انطلاق المشروع. يعني معرض كلش ناجح، دعم المرأة بالأخص يرفع من معنويات المرأة بالذات، يعني يرفع من شأنها ومن. وعبر الحاضرون عن سعادتهم بهذا المعرض وأنه أعاد للمرأة جزء من مكانتها لفتحه باب المشاركة للنساء فقط من أجل تمكينهن. احنا اليوم نمثل الفلكلور الايزيدي، جينا من بعشيقه حتى نشارك بهذا المعرض وحتى نقول انه ماكو فرق بين طوائف نينوى، احنا كلنا مجتمع واحد وشعب واحد. تحتاج هكذا دعم، تحتاج انه هكذا استمرار لكونه هي ليس مثل ما يقولون، يعني بالعاميه مثل ما يقولون انه هي نصف المجتمع، لا هي اكيد المجتمع اكمل وهي الام والاخت. فبالتالي عندما ينجز هكذا عمل ضخم بمدينة الموصل فتبقى المرأة هي المرأة الأولى بجميع الميادين. لعل هذه الأعمال التشكيلية والفنية تعزز النسيج المجتمعي في نينوى بأنامل موصلية. مثنى النهار، إزيدي 24، الموصل.